طيب دلوقتي تعالوا نروح نشوف رأي الناس في الشارع وإيه الأفلام وإيه كمان الأعمال السينمائية اللي بتفكرهم بحرب أكتوبر. هو يوم جميل، يوم الحرب، يوم السلام، يوم اللي بنعيش فيه دايما على طول، في احتفال كل سنة بيه. المسلسلات الجميلة اللي بنشوفها، رأفت الهجان، مسلسلات بتاع عادل امام، يعني كل سنه بنعيش اليوم ده الجميل ده 6 اكتوبر. هو احلى حاجه كان طبعا الواحد بيبقى واخد اليوم ده اجازه عشان يتفرج على الافلام والحاجات اللي بتفكرنا بالملحمه العظيمه بتاعه 6 اكتوبر. يعني في افلام كتير قوي بتذاع، يعني فيلم طريق العيال ده عجبني جدا، وطبعا مسلسلات زي رأفت الهجان، زي جمعه الشوان، كل الحاجات بتاعت المخابرات دي يعني تحس بالشياء وتتفرجي ليها. اكتر فيلم مرتبط عندي بذكرى نصر اكتوبر ايام السادات، عشان حاجه، عشان طبعا استاذ احمد زكي فيه كان عامل شخصيه السادات بطريقه انا صدقته ان هو السادات بس كده. فيلم طريق العائلات، مسلسلات رفعت التمثيليه بتاعت رفعت جمال، رفعت الهجان، وتمثيلات جمعة الشوان كانت حلوه برضو، كانت جميلة كلها، التمثيلات دي كلها جميلة بتفكرنا بالأيام الحلوة. يعني مشهد الانتصار ورفع العالم الله أكبر، وطبعا التكبيرات دي حاجة تانية، وقد إيه إن إحنا رجعنا أرضنا. فيلم اللي هو بتاع محمود ياسين، رصاصة لا تزال في جيبي، ده كان عظيم، بيعبر عن شهر أكتوبر، انتصارات أكتوبر. 6 أكتوبر كان عندنا في المدرسة، كان بنرسم حاجات، وإن كان يوم أجازة أصلا كنا بنحبه أول يوم ده، وكان بالنسبة لي يوم يعني بتفرج على أفلام كتيرة قوي بخصوص حرب 6 اكتوبر ده، زي افلام كتيره جدا، وبالنسبه اليوم ده عمره ما يتنسي، حتى والدي كان بيحكي لي عليه كتير قوي. اكتر مسلسل بيكون مسلسل رأفت الهجان، ده بحبه جدا، وفي فيلم رصاصه لا تزال في جيبي بتاعت محمود ياسين، فالفيلم ده مميز جدا، وفي فيلم الممر كمان، فبيبقى اليوم لطيف، وانا اساسا بحب اتفرج على الافلام، فبيبقى يوم جميل، يعني انه اجازه وافلام، فتبقى حاجه حلوه.